فصيل الخولي، اهلا وسهلا فيك عبر اغاني اغاني. عم نشوف عبر ام تي في عرض ثاني لسرايا عابدين. اول شيء عم تحضروا قد ايه مبسوط فيه؟ اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. مبسوط اكيد بالعرض، انتم ما بعرف شو رايكم، ان شاء الله تكونوا مبسوطين. عم بيجي فيدباك كثير حلو. الحمد لله تشرفنا، وان شاء الله هيك الجزء الثاني كمان بتحظوا ان شاء الله بانه يعني نحظى كمان انه نطلع عندكم او نقدم دائما هيك شيء منيح وظريف يا رب. قصي شو صار بمصر؟ ما صار بمصر شيء كثير طبيعي، ولكن صار في اوفر شوي بالاخبار يعني عن طريق الصحف، اللي صار منطقي جدا وعقلاني جدا، ولازم اي حدا عربي يساعد المعنيين والضباط والامن بالحفاظ على بلدانهم. اللي صار معي انه انا بس دخلت على مصر اكتشف بانه الاقامه فيها مشكله، بعدين اكتشف انه الاقامه مزوره. الضباط والمعنيين والامن هنيك حقيقه وبكل تجرد تعاملوا معي بكل حب وبكل نزاهه وبكل حرفيه، وكان الافضل لي انه انا ارجع على دبي. او هلا حاليا عم نقدم ان شاء الله لحتى ناخذ شيء فيزا او اقامه جديده مشان تابع شغلي انا هوني. ولكن انا كمواطن عربي وسوري وكفنان انا مع اللي صار، لانه هذا اللي صار، لانه مصر هي بلد ثاني لاي عربي، واللي عم يصير ببلداننا كلياتنا سواء لبنان ولا سوريا ولا مصر ولا 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 الى اخره، نحن من واجبنا كناس نساعد هدول الناس الضباط او المعنيين او الامن او الى اخره بالحفاظ على حدودهم وبلادهم من اي دخولات يعني مخالفه او كذا. فانا مع القانون وبحب القانون وبحترمه، وانا كنت يعني نفذت ما يتوجب علي تحت القانون. عزيز، اجاك اوقات انه عم بيكون في لنجوم سوريا تحديدا شوي ضغط اكثر بهالمواضيع؟ لا حقيقه هي مو لنجوم سوريا، هي الوضع السوري خاص جدا، وهن عم يتعاملوا تحت بند انه هذا سوري بغض النظر عن توصيفه سياسي ولا فنان ولا موسيقي ولا مواطن عادي. السوري دائما لازم يفرض عليه مجموعه من الشروط باي دوله عربيه الى ان يتاكدوا من الصوره الكامله او 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 هذا الشخص شو هو من هو. اوكي بيعرفونا وبيحترمونا وبيسلموا عليه، بس بالنهايه في كمبيوتر وفي سيستم ما بده يدخل الاسم عليه ويصير عليه مجموعه من الاجراءات.